معنا مباشرة من الدار البيضاء الصحفي والباحث في التواصل دكتور كريم حضري. دكتور كريم، كيف تصف لنا هذه اللحظات الأخيرة وربما الدقائق مع نجاح السلطات المغربية في هذه العملية الخاصة والقياسية والنادرة فعلا والتي يتابعها العالم لإنقاذ ريان؟ مرحبا بك وبكل مشاهدي قناة سكاي نيوز عربية. هي لحظة إنسانية استثنائية كما قلت، وفي هذه ربما الساعات أو حتى نتمناها الدقائق الأخيرة، الكل يتمنى هنا في المغرب كما في العالم، تصور وتحديدا في العالم العربي، يتمنى النهاية السعيدة لواحدة من أقوى القصص الإنسانية للطفل ريان هنا في المغرب وفي العالم. الكل يترقب النهاية السعيدة حتى لا يقع واحد من سيناريوهين، ربما أحلاهما وأفضلهما سيكون أسوأ من الآخر، إما أن تنهار الحفرة في السنتيمترات الأخيرة ويسقط مادم لا قدر الله على ريان، أو أنه حتى بعد النجاح في الوصول إليه يكون قد فات الأوان. الأخصائي في المجال الطبي قالوا لنا حتى الآن بأنه من المفترض أنه ونحن في اليوم الخامس أن يحافظ الطفل على أمله ربما في الحياة بحيث تم تزويده بالأكسجين. أستاذ كريم، هذا الأمل الكبير بخروج الطفل ريان على قيد الحياة هو الذي يعني قاوم في هذه البئر المظلمة في هذا العمق السحيق، كما تشير أيضا المعلومات وكما أشار والد الطفل ريان، هو دخل يومه الخامس دون طعام أو حتى شراب باستثناء اليوم الأول، وأقامت السلطات الطبية وأيضا الدفاع المدني المحلي بإدخال جرعات من الأكسجين إلى هذه النقطة العميقة في البئر، ولكنه يعني أخذ في هذه الظلمات في هذه البئر السحيقة ربما حالة صحية دقيقة جدا أيضا، وتلقى كل هذا العطف، وكما أشرت بأنها حالة إنسانية استثنائية. هي فعلا كذلك استثنائية، لهذا نتحدث عن قدرة ريان على تجاوز ربما حتى الآن بحمد الله حتى الآن لثلاث تحديات مهمة. التحدي الأول السقوط في بئر ضيقة بعمق 32 مترا، قطرها لا يتجاوز 30 في الأعلى إلى 20 سنتيمتر في الأسفل. هنا التخوف من الطواقم الطبية أن تكون أصلا هذه السقطة قد خلفت إصابات ربما تكون بليغة على جسمه الصغير على مستوى الدماغ والرأس وكذلك الأعضاء الحيوية، فهو نجح في البقاء على الحياة منذ سقوطه أولا، ثم البقاء في هذه الحفرة بمواد حيوية بسيطة جدا والأكسجين الذي يصله حتى الآن وقطرات الماء التي وصلته منذ البداية. وأحد الأطباء هنا يتحدث عن أنه يمكن للطفل في هذا العمر أن يظل على قيد الحياة حتى من دون طعام لفترة أسبوع إذا ما تم تزويده بالماء وبالأكسجين. فرق الإنقاذ ربما تجاوزت الآن أو تتجاوز بقليل متر ونصف التي تفصلها عن الوصول لريان. يتمنى الكل هنا أن يخرج سالما وأن يخرج على قيد الحياة، لهذا كما قلت أنت سابقا هي قضية رأي عام في المغرب وفي العالم كله، بل هناك في المغرب أناس كثر يتوافدون من مناطق مختلفة ومن مدن مختلفة قريبة من مكان الواقعة ليدعموا ريان بدعواتهم بحضورهم وليكونوا السند، بل حتى هناك إشادة كبيرة وواسعة من قبل الجمهور المغربي وحتى الجماهير العربية بأن قضية ريان هي رسالة إنسانية مهمة جمعت ووحدت العرب على. ونحن نتابع آخر مستجدات عملية إنقاذ ريان، اللحظات الحاسمة وحبس الأنفاس أيضا الذي يحصل في هذه الأثناء. الطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، في آخر فيديوهات لا يزال يتنفس بشكل طبيعي، تابعنا أيضا في الصور المؤثرة جدا، هو مصاب بجروح في الرأس
وأيضا كان في ساعات الصباح الأولى وفق هذه الكاميرات أيضا التي تم إدخالها بعناية إلى حيث سقط ريان، تنقل أيضا ربما حالة وجدانية وإنسانية أيضا هذه الحالة نادرة، ويحصل نتابع أيضا في الصور الأدعية والصلوات أيضا من موقع البئر حيث سقط ريان. أعود إليك أستاذ كريم. فعلا هو كما قلت على أي حال ربما إلى غاية يوم أمس أو صباح اليوم كانت الكاميرا التي تم إنزالها إلى البئر تعطينا صورة واضحة عن وضعه الصحي إلى حد كبير، بحيث كان يظهر وجهه، كانت تظهر عيناه لما يفتحهما، كانت تظهر حركات يديه. هذا الصباح يبدو أنه غير وضعه وأصبحت الكاميرا تلتقطه من الظهر ومن خلف الرأس، فلا يظهر إن كان يفتح عينيه أم لا، وحتى حركته بحكم أنها ضعيفة جدا لأن كمية الأكسجين قليلة لا تظهر بشكل واضح. لهذا هناك تخوف كبير على الوضعية الصحية وخوف من أن يكون دخل ربما في حالة إغماء أو يعاني من مضاعفات صحية لا تمنى أن يصل لها ريان الذي وصل إلى هذه المرحلة، ونتمنى أن ينهيها بالنجاح. دعني أيضا أنقل لك ربما صورة مؤثرة واستثنائية هنا في المغرب. ريان الطفل لا أقول لك يكاد يكون حديث كل المغاربة، بل هو فعلا حديث كل المغاربة. وتابعنا إطلاق حملة إنقاذ الطفل ريان وهذا الاستنفار أيضا الكبير وغير المسبوق للسلطات على أعلى المستويات في المملكة المغربية. بالفعل لأنه هي اليوم قضية المغاربة الأولى. يعني أقول لك أن المغاربة اليوم نسوا كل شيء، نسوا مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نسينا حتى مشاركة المنتخب المغربي وخروجه من كأس أمم إفريقيا وما كان يجب أن يرافقها ربما من نقاش في المقاهي والصالونات وبين الأصدقاء وحتى في الإعلام ليست عنوان أول، حتى مثلا قرارات مهمة من قبل الحكومة فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا والتلقيح والإقلاع الاقتصادي لا تحظى بنفس الاهتمام اليوم. هناك من يصل الليل بالنهار لإنقاذ ريان ولهم تحية كبيرة من طواقم البشرية الحاضرة في عين المكان، لكن أيضا هنا قلوب ملايين المغاربة كما حتى آخرين من خارج المغرب تتابع أخباره عن كتب كل لحظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر القنوات والمحطات التلفزيونية والإذاعية الوطنية وكذلك العالمية، بحيث أصبح ريان مادة أساسية في الإعلام العالمي لأن هناك قصة إنسانية مهمة. لا يكاد يكون هناك مجلس أو مجمع هنا في المغرب من شماله إلى جنوبه، من طنجة إلى الداخلة والقويرة ووجدة وأكادير والعيون وشمال والجنوب، كل الكل يتحدث عن ريان في المقاهي في فضاءات العمل حتى الناحية الوجدانية. أستاذ كريم يعني الأدعية والابتهالات إلى الله عز وجل أيضا تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في ظاهرة أيضا نادرة وجدانية إنسانية تلقى أيضا كل هذا العطف المغربي العربي المغاربي أيضا والعالمي. بالفعل هي قضية رأي عام كبيرة ومهمة جدا لأنه اجتمعت فيها كل الخصائص ربما والخصوصيات التي تتطلبها القصة الإنسانية، وإن كانت طبعا تراجيدية ومؤلمة وصعبة جدا لكنها تخاطب الإنسان وروح الإنسانية. بل حتى ربما ريان قد يكون نقطة أمل بالنسبة للبشرية ككل ونقطة تحول بالنسبة للبشرية ككل وللأطفال بشكل خاص، لأنه هذا الحادث سوف يدعو الحكومات غدا وفي المستقبل سواء الحكومات والمسؤولين الأمنيين والمسؤولين عن الإنقاذ للتفكير في سيناريوهات أنجع وأسرع وأكثر عملية للتعامل مع مثل هذه الحالات. حدثت في مجموعة من الدول ربما حوادث مشابهة أو قريبة من قصة ريان، لكن لأنه طفل ولحجم القصة ولتأثير أيضا مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة اليوم حظيت بهذا الاهتمام الكبير وأظهرت
بأن رغم التقدم الإنساني المهم جدا ورغم قدرة البشرية على الوصول إلى الفضاء ولصناعة واختراع آليات متطورة جدا عسكريا طبيا تقنيا وما إلى ذلك في أزمة إنسانية طبيعية مثل هذه، لن أقول يعجز الإنسان، لكن تظهر أن الإمكانيات الموجودة واللوجستيك الموجود يبدو محدودا من حيث الفاعلية، خصوصا في بيئة تضاريسية مثل هذه نعاني فيها من هشاشة التربة، من وجود الصخور. قد تبدو قصة ريان معجزة وصعوبة للمنقذين اليوم، لكنها ستكون ربما فرصة للتأمل وللتفكير بداية فعلا هذه الناحية الإنسانية والوجدانية. قصة مأساوية تلقى كل هذا الاهتمام العالمي والعربي، بدأت منذ الأول من فبراير قبل 5 أيام وتستمر حتى هذه الساعة، نحن أمام الدقائق وربما اللحظات الأخيرة لعمليات إنقاذ تستمر منذ 5 أيام على التوالي، منذ كما أشرنا الأول من فبراير تبدأ هذه القصة أيضا بالعثور على غطاء البئر المجاور لمنزل الطفل مكشوفا، ثم تبدأ أيضا كل هذه التداعيات وتفاصيل هذه القصة. الحديث أيضا في هذه اللحظات أستاذ كريم، مصادر سكاي نيوز عربية تشير أنه في هذه اللحظات من بعد سنتيمترات قليلة لا يزال الطفل ريان يحصل على الأكسجين بشكل كامل وكاف، والسلطات الطبية تستشعر أيضا بتنفسه بشكل شبه طبيعي. أعود إليك. هو بالفعل ما يحسب ربما هنا للطواقم التقنية والبشرية الموجودة في عين المكان هو تجندها الكبير ووضعها لمختلف السيناريوهات الممكنة، بحيث أنه حتى في طبعا منذ البداية كان دائما هذا التساؤل، هل هذا السيناريو وهذه الخطة التي اعتمدها المسؤولون الميدانيون المغاربة من مهندسين وخبراء ومسعفين ومنقذين، هل هي أفضل قصة، هل هي أفضل عملية ممكنة؟ وطرحت مجموعة من السيناريوهات من المواطنين العاديين طبعا تضامنا مع ريانا، لكن التجربة أوضحت خلال هذه 4 أيام أنه ما يمكن فعله، ما يمكن عمليا تقديمه بحسب ما نتوفر عليه من إمكانيات بشرية وتقنية ولوجستيكية هو ما يتم تقديمه. لهذا قلت قبل قليل قصة ريان هي ربما ستكون ملهمة لأجيال مقبلة لابتكار وإيجاد حلول أكثر تقدما لإنقاذ وإسعاف من يقعون في حفر مثل هذه. بين الخوف والقلق وحبس الأنفاس أستاذ كريم، وأيضا صورة الأجواء الموحشة والمظلمة داخل هذه البئر العميقة أيضا تكشف ربما أيضا هذه الناحية الإنسانية التي نفتقدها، ربما أن توحد هكذا قضية وأن يكون الطفل ريان يعني بطل كما أشرت ملهم في مطلع العام 2022 في مواجهة كل من واجهه من انقسامات وأيضا ملفات ربما تفتقد هذا الإجماع المنقطع النظير الذي يحصل في هذه اللحظة. هي كذلك بالفعل، يعني أقول لك فقط وبعجالة أنه مثلا بين الجارين المغرب والجزائر الكل يعرف أنه سياسيا هناك قطيعة، هناك خلاف كبير جدا، هناك حدود مغلقة حتى ما بعد مباراة كأس العرب التي هي كرة قدم، والمعروف أن الرياضة تجمعنا وتقربنا، للأسف كانت مباراة لها تأثير سلبي جدا بين البلدين وعلى الأقل بين الجماهير إلى حد كبير، تأكد هذا ما بعد كأس أمم إفريقيا أيضا كان هناك ربما سخرية متبادلة سواء من جزء من الجمهور المغربي بعد إقصاء الجزائر وبعد ذلك بعد إقصاء المغرب جزء من الجمهور الجزائري. تابعنا أيضا شنآن بين اللاعبين المغاربة والمصريين، هناك خلافات سياسية وانقسامات سياسية بين المجموعة المغاربية وهناك اتحاد المغرب. تخطي كل هذه الانقسامات أيضا الغاية الأسمى أيضا من الأدعية التي تحملها القلوب والألسنة التي تضج بالدعاء إلى الله تعالى، يعني مع استمرار عملية الإنقاذ التي نتابعها الآن ودروس منقطعة النظير
يعني ريان قدمها للعالم من التحمل والصبر من طفل يبلغ من العمر 5 سنوات فقط. ريان هكذا يعطي هذا الدرس البليغ والمهم، أننا في نهاية المطاف نحن أمة واحدة من الخليج إلى أقصى المغرب العربي في شمال إفريقيا، نحن أمة واحدة، نبكي لبكاء بعضنا، نفرح لأفراح بعضنا، ولن يكون هناك بيت مغربي لم يفرح ولن يسعد ولن يهلل ولن يكبر ولن يحمد الله لحظة خروج ريان سالما. لا يوجد ربما بيت مغربي على اختلاف الأديان ربما والمعتقدات لا يصلي ويدعو الله الآن لريان. لهذا قلت لك أن هناك انقسامات عربية في المنطقة ككل، هناك خلافات وهناك نزاعات أحيانا مجانية بل في أحيان كثيرة مجانية بين الأمة العربية. جاء ريان ليقول لنا ويذكرنا بالمشترك الواحد وبالمصير الواحد، وبأننا حتى وإن كنا في أعماق غياهب الجب في الآبار عالقين في الظلمات يمكن أن نتوحد وأن تتضافر الجهود وأن نخرج أقوى مجتمعين. ريان يقول لنا وللإنسانية جمعاء أنه مهما ثقلت مشاكلك وأزماتك والتحديات أمامك يمكن أن تتجاوزها بصبر وبإيمان وبهذا الإجماع الذي يكون حول قضية واحدة وحول سؤال واحد. لذلك ربما كل هذه النقاط التي تتناولها أستاذ كريم والتي ربما تلامس كل فرد في المجتمع، نعود من جديد إلى هذه الصور، معلومات خاصة بسكاي نيوز عربية تؤكد بأن ريان لا يزال يتنفس، يصله الأكسجين بشكل كامل. نتابع هذه الجموع الغفيرة، الآلاف تجمعوا في محيط موقع هذا الحادث المأساوي الذي ألم بريان ويتابعه العالم كما أشرنا منذ قليل، وكما نتابع مع ضيفنا عمليات الإنقاذ مستمرة للسنتيمترات الأخيرة بعد أن تم حفر كل هذه المنطقة عموديا ومن ثم أفقيا لبلوغ النقطة حيث ريان مع استخدام تقنيات عالية. كنا تابعنا أيضا صور من داخل البئر مع إدخال كاميرات دقيقة ذات تقنيات عالية لنقل أيضا الصورة والاطمئنان إلى حالته وصحته. ونتابع كما أشرنا بأن مصدر سكاي نيوز عربية ضمن فرق الإنقاذ يؤكد بأن الأكسجين يصل لريان بشكل كامل وهو لا يزال يتنفس. كنا تابعنا في أيضا صور سابقة في تغطيتنا ومنذ صباح هذا اليوم، اليوم الخامس لاستمرار عمليات الإنقاذ، كان أيضا يتحرك بشكل طبيعي. أعود إليك أستاذ كريم، هذا التعاطف أيضا داخل المغرب، هنالك من قطعوا مئات الأميال والكيلومترات للوصول إلى هذه المنطقة الريفية والجبلية وذات طبيعة أيضا دقيقة لمتابعة هذه العمليات أيضا وللتضامن مع أهل ريان. ونتابع أيضا حملات غير مسبوقة منذ 5 أيام على مواقع التواصل الاجتماعي. فعلا هذه حملة التضامن كانت مهمة جدا وما تزال مهمة، ودعني أقول لك أنه حتى ربما في الإعلام المغربي وفي متابعتنا لما يحدث ولأراء أيضا الجمهور هناك شبه انقسام، هناك من أتحدث هنا تحديدا عن من يتوافدون إلى مكان الحادثة، هناك من طبعا يثمن المبادرة، من يتفهم الشعور الإنساني الذي لا يمكن إلا أن يكون إيجابي طبعا في نهاية المطاف. هؤلاء الناس أخذتهم العاطفة ليكونوا حاضرين في ذلك المكان للدعاء لريان للمساعدة، لأنه لا ننسى أن هناك عشرات الشباب تطوعوا للنزول إلى حفرة الثقب المائي رغم أنها ضيقة 30 سنتيمتر ثم تصير 20 سنتيمتر في العمق، لا يمكن الدخول لأي من قبل أي شخص بالغ، لكن مع ذلك كانت هناك محاولات كثيرة لشباب متطوعين لأفراد مدنيين غامروا وخاطروا بحياتهم وكذلك أفراد الإنقاذ حاليا. غير أن هناك انتقاد اليوم سواء للسلطات المحلية أو للجمهور لأن الجرافات مثلا والآليات خلال الأيام الأولى
خصوصا، وجدت صعوبة كبيرة في الثلاثة أيام الأولى لبلوغ مكان الحادث وللتحرك وللاشتغال بأريحية، لأنه كان هناك مئات بل وحتى آلاف من الأشخاص يتوافدون كل يوم إلى مكان الحادثة. فكان أحرى بالسلطات المعنية والأمنية أن تقطع الطريق على المواطنين العاديين حفاظا على سلامتهم أولا، لأنهم مهددون بانجراف الصوبة، ولا نريد أن نسقط في كوارث إنسانية أخرى. والصور أستاذ كريم، يعني بالذهاب إلى التقنيات التي استخدمت في عمليات الإنقاذ، السيناريوهات الثلاث أيضا التي قدمتها الحكومة المغربية تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير الداخلية، وزير الصحة، وأيضا فرق طبية وأيضا فرق إنقاذ متخصصة. السيناريو الأول بتوسيع البئر، وكان هنالك أخذ بعين الاعتبار سقوط الأتربة، ربما الاحتمال بإنزال رجال إنقاذ، حصل ذلك، متخصصين أيضا في استكشاف الكهوف، حصل ذلك بالفعل ولكن دون جدوى. الحل الأخير الذي يقترب أيضا بإذن الله من النهاية السعيدة، يعني وحفر بئر موازية للبئر الوصول عبر هذا المنفذ الذي بات على بعد سنتيمترات. أهمية استخدام هذه التقنيات لأيام طويلة تلقى أيضا كل هذا الدعم من السلطات المغربية المحلية وتقديم وتسخير كل الطاقات من دون حدود. بالفعل، لكن حتى نكون دقيقين فقط، يعني أحدد هنا مسألة أساسية. السيناريوهات هي لم تكن مقترحة من قبل الحكومة، الحكومة المغربية لم تقترح بإشراف الحكومة. هذه السيناريوهات طرحها متخصصين أيضا جيولوجيين مهندسين. نعم تفضل. نعم، لأنه ربما ألتقط مع أنه هناك ربما عدم رضا عن التفاعل الحكومي ميدانيا، ربما المسؤولون المنقذون من هم موجودون في الميدان أوكي يفعلون واجبهم، هناك على مستوى تدبير اللوجستيك وتوفير ربما ما يلزم من الإمكانيات، هناك إسعاف طبي على شكل مروحية طائرة موجود في عين المكان تابع للدرك لنقله فورا، هناك سيارة إسعاف موجودة لنقله ربما إلى المروحية بشكل سريع، هناك طواقم طبية مستعدة للتعامل مع الحالة الصحية له فور خروجه. لكن هناك أيضا انزعاج هنا لدى الشارع المغربي والجمهور المغربي من التفاعل ربما البارد من قبل الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورئيس الحكومة مع هذه القضية، سواء لدعم العائلة وتوفير السند لها، سواء للخروج بتصريحات مطمئنة، لأنه في نهاية المطاف هؤلاء العمال والمسؤولون والمنقذون المدنيون هم تابعون سياسيا لمؤسسة دستورية ومؤسسات دستورية أسماها هي الحكومة كسلطة تنفيذية في البلاد. لهذا يطرح التساؤل عن غياب الفاعلين السياسيين الحكومة. تعود هذه القراءة يعني أستاذ كريم ربما بعد الوصول إلى خواتيم هذه القصة المأساوية وتحديدا السعيدة بانتظار خروج الطفل ريان، سيكون طبعا هنالك قراءة ربما لكل هذه النقاط ربما التي أثرتها، ولكن ما يحصل الآن كما نعود عملية الإنقاذ المستمرة للطفل ريان. مصدر لسكاي نيوز عربية داخل فرق الإنقاذ يقول بأن ريان لا يزال حيا، كل المؤشرات بأنه يصله الأكسجين بشكل كامل، هنالك عملية دقيقة جدا تحصل في هذه اللحظات ربما لمنع أي انهيارات، وهنالك جهوزية تامة من قبل فرق الإنقاذ التي وضعتها السلطات من أطقم طبية لأسعافات أولية، وأيضا فرق طبية تؤمن توفير مروحية إسعاف تابعة للدرك الملكي، مجهز أيضا بوسائل إنعاش والإسعاف لنقل ريان في أي لحظة فور إخراجه من هذه البئر. وتتابع هذه العملية من قبل أطباء وممرضين في النعاش والتخدير، وصلوا إلى هذه المنطقة الريفية شمالي البلاد من المستشفى الإقليمي. أختم معك في نصف دقيقة أيضا أستاذ كريم قبل أن نعود من جديد إلى التغطية النقل المباشر. لنختم نقول أنه هذا المثل الأخير
وإن كان ربما فيه الأمل الأخير ونعتقد أن كل شيء ربما أصبح قريبا، فيه خطر كبير. نتمنى من الله أن يرفع الخطر وأن ينزل نعم. رحمته، وأن يخرج ريان سالما بطلا منتصرا بقصة إنسانية ملهمة للمغاربة، للعرب وللإنسانية ككل. نتمنى كل التوفيق للطواقم التقنية والمسعفين والمنقذين الذين يعملون تحت الأرض الآن ويغامرون أيضا بحياتهم. نعم. هذا المتر الأخير هو متر الحياة، ليس فقط لريان ولكن لقصة إنسانية ستكون ملهمة للتاريخ البشري ككل. الصحفي والباحث في التواصل كريم حضري، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء في هذه المتابعة لعملية إنقاذ الطفل ريان شمالي المغرب في هذه المنطقة الجبلية، حيث دقائق قليلة وسنتيمترات قليلة تفصلنا عن إخراج ريان بإذن الله من هذه البئر.